خير خير اختي، حتى جيتيني. جيتك غير في الخير. سمعي، يليقك تروحي عند باباك قولي له يعطيك حقك وحق ولادك. نخاطرش خوتك ما يبغوكش، يغيروا منك ويغيروا من راجلك عمر. ما توسوسينيش يا خير اختي، خوتي ما يدوروش عليا وما ياكلونيش حقي، وبابا يحبني وما يحبش عليا. انا مانيش نوسوس فيك، انا راني نفطن فيك. لخاطرش غادي بوك كون يموت على بالك بلي خوتك غادي يديروا عليك ويدوا لك حقك وما تديش فرنك. شوفي في هادي لازم ناخذ راي عمر، ومن بعد ما هبط نهضر مع خوتي وراني نقول لك. بصح نسرين اختي، شوفي هادي شافتك وهادي ما شافتكش، بيناتنا بلا ما توصيني خير اختي. وما تنسيش الديبوشه عليا انا. ان شاء الله ان شاء الله كي تهودي يعطيك حقك. خليتك بخير ان شاء الله. خويا عمر، عمرك طويله، غير دربك كنت نحكي عليك. خير؟ سبحان الله العظيم، على بالك بلي انت راك في مركز كبير ومالكش عابي، الناس راهم حاسدينك على البلاصه اللي راك فيها. خير اخويتي الروحي لي بالعقل، راكي درتي لي ذبانه وماني فاهم فيها والو. دوك نفهمك، قلت لك تخدم الموتير، على بالك بلي نتايا كنز راه عندك في الدار يسموه الحاج الاخضر. واش من مصيب هذا خير؟ انا الحاله مزلوطه في اللي مصيب، واش بيك؟ نعم، ملي قتزير اللفعه الصفراء باش تروح عند بوها تقول له يعطيها حقها. سمعت هيك تبان لك تروح طلبه باعطي لي الولف، ما تعرفيش الحاجه اللي خضرتي والله اني اكلها. ها اسمعني مليح، يد واحده ما تصفق والمعاونه تغلب السبع. مرتك تروح عند خوتها تلايهم ويروحوا عند بوهم يلحوا عليه يعطيهم الورث، يعطيهم حقهم قبل ما يموت. بيان سيغ الى خصتي رقبته سبحان الله العظيم، على بالك الى مات غادي تنوض ما قتله من موراه. نعرف واحد الناس كانوا عايشين كيما هكا، نهار اللي مات بوهم على بالك باللي الشيلات خرجوا الصحراء، وحده ما داتش فرنك. راني نقول لك سما كي تقولي لي لو كان يتلموا كله يحشروه في قرنيه ما يزغد لها هكذا لها هكذا يولي يقبل واش راهم يقولوا له. راك حتى تخمم ما سيدي كون راك درتها. خلاص خلاص خير هذا خويا عمر، مشتني مشتك مشتني مشتك خويا. بوك ندبر راسي في هاد لافير، بوك ندبر. والله يا ربي جابك، حتى جيتك يا عمر. الحالة اللي راكي فيها هذه ما غلطتش؟ الواجب اللي يجيك تروحي دوري على العشرة كل سلفولي روبا سلفولي ساك، قصدي الذهب ما عندكش الحوشات الزمن؟ بصح الحوايج هادو ديرهم لي انت يا عمر. على بالك بلي انا ما عنديش ومنتفاهم معاك من نهار الاول، بصح انتي كون حبيتي تنعنعينا وتنعنعي روحك معانا كون راكي فليتيها من زمان. كيفاش نعنع روحي ونعنعك انا هذه كيفاش؟ انا نفهمك بويك العزيز راه رقد على كنز، تهبطي ليه تقولي له اعطي لي حقي. راك تعرف بابك شما يصرى فيه، كيف نقول له؟ اللي انت راح تروح تجيبيها له هكذا تتحكمي خاوتك تدوريهم بيك كلمه كلمه في وذنيهم، قال رانا محتاجين ولازم يعطينا رزقنا وخلاص، وزيد خمي في روحك وفي ولادك. انا ولادي علاه انت وين تروح؟ يعني معاكم انا يعني نخمم عليكم انا البحر علي انا بيا انتم في هادي. شوف انا نهبط نسيه نشوفك شما نقدر ندير. يا راهي تخمم يا راهي كون راكي روحتي وعارفه تجيب بها لهم. يا لو كانت فريها هي نسرين خويك يعيش في بحبوها. شوية عليك شوية عليك ما ساكت كركبني. خيرا صباح الخير يا ولدي. صباح ولدي الله يسلمك. فين سقسيك؟ ها هو انت ما تزوجش ولدي توعد كيما هكا؟ وانا تحوس عليا نزوج خيرا. ايه راه غايبني حالك، خوتك كاع متزوجين وساكنين وانت قاعد تحت الحاج الاخضر. ما بغيتش عليك يا ولدي ما بغيتش عليك. غدوه يموت باباك على بالك كل شيء يروح لك توعد كيما هكا. مازال شويه خيرا، خصني نخدم شويه ندير شويه دراهم ومن بعد نخدم. شوف لو كان تعول ان شاء الله راني شايفت لك وحده ها صح ها تعرفيها مليح هادي. راك تشوف فيا انا كيما راني كيما هكا بالزين تاعي ولاطاي تاعي، هي فايتتني بواحد الديكرا. ديكرا؟ نعم خيرا انا نعمر الماء حبيت ندوش ديكرا. الله
عمر الماء ما يعرفش صلاحه. صح شوف يا الحاج الاخضر، هنا اللي ندير لك الغبار في هذا البطيمه، هنا اللي نوض لك الحس. إن كان مراه الكان نبغي الحس، انا نبغي الزكاع. ثم رجعت غير حيطه لما ندي حاجه ونروح. بس صح انت يا داي انت يا داي. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. راني نحوست عليك بالشمعه وما لقيتكش. شوفي يا اخي، انا نقول لك حاجه، انت غير ما تحوسيش عليا. ديجا انا راني مانيش مرتاح لك ملي دخلتي للباطيمه هذا، راكي رونتي لي الدعوه كل. علاه الحاج لا تهضر عليا كيما هكا؟ علاه؟ لو كان تعرف قيمتك في قلبي شعال والله ما تهضر هذا الهضره. راك قسمني نصي، راك غايطني، راك وحيد كيما هكا. راني خايفه لا تلقى روحك في ديار الرحمه. نلقى روحي في ديار الرحمه؟ وهذا الهضره وين سمعتيها؟ راهم باغيين يدوا لك رزقك. شكون هذا؟ وعلى راسهم نسيبك عمار، راه يكوردي في بنتك باش يتجمعوا ويطيحوا عليك. وواحد اخر سامع ولا غير انت؟ غير انا الحاج. حاج احرز روحك. احرز روحك، احرز روحك. انا ماني بغيش عليك. صح صح. ونزيدك حاجه، الا راك باغي تتزوج نزوجك، راه كاين مرة. خليني الهضره هذه من بعد خير. الهضره هذوك في المشكل اللي حكيتي لي، خليني نركز. روحي روحي. هاي صح. صح. هذه ما تهضرش هكذاك برك، على بالك عندها واحد الاذن وواحد اللسان، راهي سامعه كاش حاجه. ردي بالك تزيدي تعاودي تهضري هذه الهضره. كون يسمع بيك بابا اليوم نهار تزاكيت علي. ما فهمتينيش. انا قلت نقول لبابا يقسم لنا حقنا، يا اخي حنا بنات الزمان صعيب والدنيا غداره والمال يغوي. خذ واحدك زوج يتزوجوا ويجيبوا النساء للدار وتشوفوا واش يصرا فينا. ما تقولي ليش هاد الهضره نتاع داك البهلون نتاع راجلك. عمر ما كان ما دخلو مسكين. هاد الهضره يسمح فيها برا، على بالك بلي يا ما ناس تقاتلوا على جلورت، يا ما فاميليات ما هضروش سنين وسنين على جل مرسو تراب، على جل زبل الدنيا رموا باباهم ولا يماهم. دوختيني والله، غير دوختيني معك. لقيت ما نقول. تعرفي بلي بابا مقرنز، ولو كان يسمع بينا يزعكنا كاع برا، ومن بعد نجوزو رمضان برا ان شاء الله. شوفي سفيان ولطفي نروحو نهضرو معاهم ومن بعد نروحو لبابا. انا ما نهضرش مع المهابل. تحبي تهضري هضري وحدك. مالي انا نروح نهضر معاهم، بصح تجي معايا بلاكي ديريها بيا كي العاده وتطلقي راسك من بعدا. نعرفك نسرين. تعرفيني بلي نحب بابا وما نحبش نغشو. قولي لي كاش نهار بخلنا بكاش حاجه. ما فهمتش انا علاه تعقدي الحوايج هكذا يا حنان. والو 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 بابا، نقصرو برك. حشتاكم راه انا قاعدين نقصرو نقصرو. حقك. معلي معلي بابا، هاني جيت هاني جيت. ان شاء الله ما سمعناش. يا بابا واش واش انتي واش كان تقول لك؟ وين كنا نقصروا؟ هني نحس على بالك هو سيدنا رمضان، ما تكذبيش. لا بابا والله غير كنا نقصروا. هذا ما كان خاطرك شي الباطيمه داير لها الكاميرات، وهنا نحس في الدار نحس كتعود حاجه مش مليحه. خاطر هذيك نسالين كي تجي للدار تجي بعثها هذاك المصيبه تاعو، كاينه حاجه مش مليحه. واش بابا واش راك مع رمضان؟ لاباس. وانت يا كالعاده لاباس. واش الاخر هذاك مازال راقد؟ راهو راقد. يا مراقد هذاك، راقد في النهار راقد في الليل راقد في كلش. واش انت ما سحقتيه؟ جيت برك نشوف سفيان. واش كنت تقولي مع سفيان؟ واش تحوسي عنده؟ والو، جيت نسقسي على صحته. على صحته برك. هذا ما كان، انا جيت نشوفكم برك، راني نخليكم. ها يا روح قايل على خير. قلت لك كاينه حاجه، الهضرة راهي نسمع فيها راهي توجعني في ودني. نوضي نوضي روحي للكوزينة. مالي بابا. يا حسرة. السلام عليكم يا جماعة. خويا عمر. صباح الخير. كي صبحت لاباس؟ لاباس. تي واقيلا ماكش تكون معانا خويا. وعلاش غير خير؟ واقيلا سير خطرة مريض. مريض. يا ولادو رايحين يقتلوه بالموفيسة، تلموا عليه كل وقالوا له شوف اليوم تكتب لنا كل واحد وحقه، وهو راه الحمى والرعادة العياط مخلطة راهي. توا كلام ما سمعتش.
صاي خويا عمر، انا كي راك تحكي لي وتشكي لي واش حبيتني ندير؟ هادي سي تون افير فاميليال، اسمح لي انا خاطيني طلع الكابين تاعي. عندك الحق، انا وياك مش دخلنا. الله يسهل. واش راك دير هنايا تصنت في الباب ياك ماشي مليح؟ تصنت؟ واش ما نتصنت هذا؟ نستنى في المرأة تخرج نطلع للدار. والمرأة علاش ما دخلتش الداخل وسنيتها؟ علاش قاعد تصنت عند الباب؟ واش كاين؟ دخل الداخل معركة راهي لداخل اللي ندخل انا، الخلوطة الحاج الأخضر جاب الشيف ولادو دخلوا في بعضاهم، راهي كراف الحالة. واش بيك انت؟ علاه واش كاين؟ غير الخير. ولادو تلموا عليه وقالوا له اليوم كل واحد تعطي له حقه. قالوا له ما تدبر راسك كيفاه تقسم منا اليوم، الحالة راهي ما تعجبش بيك انت هذا. أوووه مسكين الحاج الأخضر، ولادو حبوا يورطوا في الحياة. ها وي تسمى تسمى ما راناش ملاح. وراهي كراف واش منو واش بيك تياتي راكدت؟ العمارة في خطر، أختيك الهايل. خويا عمر اسمح لي، راني طالعة نوض راجلي اللي راهو راقد والدنيا خلات، اسمح لي. نوضيهم وكل قولي لهم راهي خلات. قلت لكم قبيل كاين توشويش في الدار هنا. قلت لك كاين حاجة في داري مش مليحة، كاين توتويت وتوشويش بين ولادي. لطفي ورا. أوراق بابا. لطفي يرقد والله عمير، واش كيف كيف هو ما بكري مكان مكان. هيا روح هز العين بدوش تحوسو. يا شيخ احنا قلنا مادام راك حي كل واحد بين له حقه. اش من حق؟ حقنا بابا ياك عندنا حق في الخير هذا كاع. عندك حق في الخير هذا؟ حبيتي تفهميني بلي هذا الهضره تاعك يا بنتي، هذا الهضره مش الهضره تاعك يا بنتي، نفهم كلش انايا. هذه الهضره راه تاع السرويج اللي راهو الفوق قاعد يسير فيك راقد ويكون بلوتي وراهو حاطني في القرن تاعو يحوس على راسي. هضره تاعو هذه، وانتم راكم تبعوا فيها، تبعوا فيها وتحوسوا باباكم تورثوه هو حي. يا بابا ما تفهمهاش هكذا. كيفاش نفهمها؟ ما فهموني علي. فهموا. شوف انا نعرف واحد الفاميليا مات باباهم وما فرق لهمش الورث، راهم قره سواقر سيوفه. احنا قلنا خفنا ترانا كيما هذيك الفاميليا، تبين لنا كل واحد واش عنده. انا نعرف واحد الفاميليا ولاد هكذا وبنات كيما انتم جاوا لباباهم قالوا له سمنا الورث. باباهم كان لاباس عليه في قرب، خلطوا فيه طلع له الجاز، خلطوا له المواعين في راسه، المواعين كل تخلطوه طواويل كيسان، ويبدا حكم الطفل الصغير لا هو التاوت لا هو تولاحم الطاح. وكبيرة راس الحربة هي وراجلها كتفهم فيه حبل هكذا 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 وطيش. والصغيرة بنت المقي اللي رايحة تتبع فيهم هكذا حكمها حفف لها فرطاسة ونحلها وجبها ودها على السبيطار المهم. لا نعطيكم مثل وليدة حقهم، كيف نخلي ولادي بلا حق؟ اليوم أكون أو لا أكون. لا بابا لا خلطوا فيا دوك تشوف. هز لا بابا سكت والله والو بابا ما ندوش بابا. خير التواتي. ايه الحاج الأخضر لاباس؟ لاباس الولاد نتاع غرك ماهوش كيما الولاد تاع بكري. الولاد تاع بكري نتاع قمنا وحشمة، وذو الوقت ذل الولاد تاع غرك انت فهمتني مناقش وانت هبهوب وجال. ادخل في المفيد. واش راك تمعني؟ واش سمعت؟ احنا رانا سمعنا قال والله ولات الحاج الاخضر دايرين رين ودايرين خنطاطيره ومعولين يورثوه وهو حي. قال مانيش عارف. قال الخبر مشى باطي ما كل سبعت يعني تبهدل خلاص. خبر شاع حتى في السوق. شوف التواتي نقول لك حاجه، مانيش قادر نهضر بزاف خاطركش اليوم راني نشوف في روحي مت والروح تاعي جات للبطيمه وراي تشوف واش صرا بعد الموت تاعي. لذلك راك عارفني انا وراني ضربت في راسي وقلت انا فلربما الحكم يروح لوليدك، وليدك سفيان وليدك طايش شويه يعود يقلب لنا البطيمه يديرها لنا ديسك جوكي جوكي ديسك. ملاني جايب لك باطن تاع الكاشي، قلت انا نحتاج قذرعك ليسر وصبعك ليسر تبصم لي ورقه بيضاء لا قدر الله بعيد الشر كاش ما يسرى لاخر الواحد ما يزهقش نهار اخر. يتسمى توتالك حاب تورث انت؟ جيتني انا في هم ومشاكل قلبي باقي له زوج ضربات ويحبس وانت جاي تقول لي اكتب لي ورقه ونحوس على عقوبتي. غالبا الحاج الاخضر صح عندك الحق زيد انت كمل عليها ولاه.
أتوتي خويا الله يعيشك خليني مانيش في حالة مليحة. بعد رانا نهضروا. إن شاء الله. إن شاء الله. حتى أنت ثاني كملت عليها توتي. ولادي وصلوني تبهديل. كل واحد يخمم على صلاحه. بصح اليوم نفرق السوق هذا. ضربة واحدة والله ما قعدت حاجة. ومقلبك تحت. شوف بابا راه داير الشيماء وقال لي دوك حتى عمر. انا؟ ايه. كي قلت له بلي انا هنا. تحبتني نقول له عمر؟ قولي له مات، قولي له هرب، وانا واش دخلني في الوسط؟ مشي مشي نهبطو ياك عباك بلي حنا السبه. روحي يا ربي تجيبها في الخير. عسلامة سيتواتي. الله يسلمك في الخير. لاباس. لاباس. سيتواتي اسمح لي حبيت تسقسيك. الحاج الاخضر فلان المشكل تاع الوراثة مع ولاده ولا؟ راني مشن واش كيما انت، ما عندي حتى خبر. السلام عليكم. واش يا جماعه راكم ساكتين؟ تخلوهم يرمونا برا؟ انا نقول لكم الصحه، ما نسكتش على حقي، نكتب عليه في الجريده ونهضر عليه في الاذاعه. انا ثاني والله يوم يجي يرحلوني نرحلهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عندي 200 قرداش و100 قرداش ونقعد قرداش هنا، والله يا اللي قرب لي نسر فيه دراع. يا جماعه بلا تقلانا في الحاله، لازم نعرفوا واش راهم حابين يديروا. هذا مكان يا ودي الباطمه هذه راهي رايحه تخلى يا ناس. صح يا مدام، اذا كان خلات حنا وين نروحوا؟ ايه انا نشوفكم الحاج الاخضر، عندي 30 عام انا معاه هنا، 30 عام انا نشوفوا كيفاش يريقلوا هذا البروبليم تاع المشكل. يا سيتواتي. ايه الله يخليك، اهدر مع ولادو. ما نهدرش مع ولادو، انا نهدر مع الحاج الاخضر برك. يا سيتواتي ما تقلقش روحك، شوفوا يا جماعه بعد المغرب راهو يبان كل شيء. درك انتوما كل واحد يروح لشغل هذاك الحاج، ومن بعد ربيع منها التاوي. هذا هو. ها يا صح. شفتوا تبهدل الحق الحاج الاخضر مبهدل في الباطمه. الناس كلنا سامعه قضيه الولد هذه والكسيم والدنيا. رجعتوني مسخره في الباطمه هذه. الكل سامعين توالي الكل. والله ما تحش. هذه هي التربيه. هذه هي تربيه ولادي. ولي زيد يهضر مع بابا على هذا الشيء. انا نتفاهم معاه دوكا. ما تحشموش بلا واش. واش تحقوا عنده؟ واش عطيتكم بابا؟ واش راح يزيد لكم؟ بابا خدم وحده طول حياته هو يخدم. كش واحد فينا عاونه؟ كش واحد عطالو؟ لا حشمو شويه حشمو. قول لهم قول لهم مرض في وليدي. قول لهم واش يحب يقول بابا كي يتعب عليهم. شو واحد فيكم جا ليا قال لي بابا تعبت؟ بابا كش ما صرالك؟ بابا عييت؟ بابا نرفد عليك الدنيا؟ كش ما جيتوا ليا؟ كش ما هدرتوا معايا؟ ومن بعد كي فختوا خممتوا على ارواحكم بابا حب ينورثوا. هذه هي ولاد وهذه هي التربيه. انتي سبت خلاها تبعي لي في راجلك يرميك في الواد. شوفي انتي سكتي راجلي ما كان ما دخلوها. ايا شت عليا في زوج سكتوا عليا. كي انتي كي هي الروس تاعكم هذوك نحفهم لكم. وانت راك ساكت خويا. الحاجه انا خاطيك هما تهبني نقعد نقعد، تهبني نخرج نخرج. خرجه راهي جايتك، راه جاي نهارك يا عمر وخرجك برا والله ما تعيا برا عزيف وراقد على الكاردون وما مانيش هنايا باه نوريك كيفاه. الشيخ ما تسمع لهمش وما تهضرش معاهم كاع. خلاص ستوب. دوك شوف اللي حاب يهضر يهضر معايا هنايا. يهضروا معايا انا مازالني حي، كي نموت اهضر معاك انت. بعد تشرى عليك يا بابا. يا بابا العزيز سامحنا، الشيطان هو اللي لعب في وسطنا. اسمح لنا ربي يعيشك يا بابا. الله يخزيه ونعلو وسوس لي في راسي، انا خممت في حق ولادي برك. وانت لا دراري واش خصهم الدراري؟ كريم راه ياكل ويشرب هنا، ما خصك والو، انا جدهم نخمم عليهم اكثر منك. الشيطان راه قدامك ها وراه. انا توكل عليه يا ربي، هي الفكره هذه ما خرجت من راسي. نقول لك الصح بابا، الشيطان هو خير. خيره خيره دخلت ثاني في السوق هذا. ايه هي اللي كانت خيره. خليها عليا من بعد ندبر راسي. من اليوم هذا الهضره خلاص. اذان سيدي. الصلاة ما صليتش. الله لا تربحكم، الله لا تربحكم وقت ما صليتهم الصباح الفطر. يا بابا ما طيبتش الفطور. ثاني عمر ما درت والو. وشنو؟ ما درت والو. انا نروح ندبر فطوري وحدي. اسمحوا لي. بابا 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 اه صح فطور. ايوا مليحة هاك. انا كش ما تحب الحاج نجيب لك معايا نجيب لك. ما تجيب لي والو اختي هيباك. تحب ما نجيب لكش ما نجيب لكش. هكذا نكملوا احنا عقاب المال. هاو الفطور ما فطرنا ما طيبنا والو. دوك نوجد لك حاجة. واش توجدي؟ توجدي فطور ولا سحور؟ ما تزعلش بابا دوك نجيب لك اش حاجه تاكلها. حاضر انت يا سيدي. الذريه الفاسده تبع تبع تبعكم راه عرفتو صح كلش. يبستوا لي فمي. سيربح
داير عمرها ولا غرامه ما طلعت لك العمره